كده. طب كان معانا صوره، انا بستاذن مخرجنا يكون تكون معانا تاني دكتور. انا شفت اشكال، يعني مثلا اشكال فكه اهي معانا اللي هقول لحضرتك مثلا. اذا اللي بيحددنا في موضوع نحت القوام، احنا اتكلمنا عن ان الوجود الحاجه الموجوده وجود ترهلات من عدمها. رقم اتنين الوزن، اذا كان الوزن يسمح ان احنا نعمل نحت قوام ولا لا. يعني المريضه وزنها 120 130 كيلو، لا هنقول لها مثلا هنعمل حاجه ثانيه، هنعمل بالون معده، هنعمل شفط دهون مع بالون معده، وبعدين هنقرر لحضرتك نحت القوام. طب لو هنمشي بالترتيب، وبالترتيب يعني طبعا من شكل اول الجسم. واحده اوكي شكل أوكي. الجسم هنقول لحضرتك يعني ايه شكل الجسم. يعني المريضه طبعا في منتشر عندنا في مصر اللي هو يمكن اللي هو جسم التفاحه، جسم التفاحه اللي هو رقم اتنين اللي هو أوكي. اكتر حاجه عندنا تقريبا في مصر حلو. اكتر حاجه عباره عن ايه جسم التفاحه ده؟ اللي هي تراكم الدهون في الجزء العلوي، اللي هي المريضه بتيجي تشتكي من سمنه في الدراعين والظهر والكتفين والبطن. يعني نصها اللي فوق ده عالي كبير مليان كله، لكن النص اللي تحت ولا رفيع. فبتيجي المريضه بتقول ان انا عايز اعمل شفط دهون من بطني او من ظهري او من دراعين وارجع احقنهم تاني في منطقه الهنش والفخذين تظبط جسمك بالظبط كده، ما تبقاش تفاحه، تبقى مثلا الشكل الاخير اللي هو جلاس اور اللي هو الساعه الرمليه ده. طبعا الجزء الجسم المثالي كيرفي حلو، ساعات بيبقى كيرفي لكن بزياده زي ما انا ذكرت لحضرتك بزياده. يعني يعني تلاقي الجنبين عاليين جدا عراض جدا. يعني بتيجي المريضه جسمها كويس جدا ولكن الجنبين مضايقينها هو كيرفي. لكن في الحاله دي بنستخدم شفط دهون فقط في المكان اللي هو الجناب مثلا بالظبط كده. حلو اوكي. ممكن مثلا جسم اللي هو البير شيب اللي هو جسم الكمترة، وده برضو منتشر في مصر. بس الجسم ده يعني من الاجسام اللي بتجيب نتائج حلوه جدا في نحت القوام، اللي هو بتبقى السمنه سفليه. يعني ايه؟ يعني المريضه عندها سمنه في منطقه الهنش والفخذين والبطن لكن النص العلوي رفيع. في الحاله دي شفط دهون فقط يكفيها يكفيها خالص. لكن جسم التفاحه بنعاني شويه صعوبه من اننا مثلا تراكم الدهون في المريضه بتقول لك انا حاسه ان انا عندي عضلات واكتافي عريضه. يعني هي نفسها بتيجي تقول كده، بيديها شكل كمان اكبر من شكلها بكتير بالظبط كده. ده يمكن في صعوبه شويه في نحت القوام ان احنا بنعمل شفط دهون. ساعات بنحتاج بالون معده مع المرضى دول لان الدهون الداخليه بتبقى عندهم في البطن بيبقى صعب ان احنا طبعا ما بنشفطش الدهون الداخليه. ده رقم اتنين مثلا في توزيع. كان في صوره مزايه، فدي ممكن واحده تقول لك انا جسمي رفيعة. حلو طيب اللي هي رفيعه حلو المزايا اللي هي بنوته رفيعه ما عندهاش بالبلدي كده معلش سوري تضاريس مش كيرفي جسمها مش كيرفي أوكي. يعني هي بتيجي بتقول انا مثلا جسمي كله حته واحده ورفيعه جدا. طيب ده بيتحل بايه؟ بنحت القوام. ما هو ده برضه جزء من نحت القوام، تكبير ان احنا نعمل للمريضه دي تكبير ثدي اوكي بالسيليكون او بحقن الدهون لو هي عندها دهون. في تكبير ثدي بسيليكون ودهون بالظبط كده على حسب ما حضرتك تختار بالظبط، ولو عندها دهون او ما عندهاش اوكي. يعني انا بيحكمني في الموضوع ده ان المريضه مثلا وزنها بيجي لنا المرضى دول وزنهم 56 كيلو ماشي او 55 كيلو وغالبا بتبقى بنوته مش متجوزه اوكي لسه ما اتجوزتش وعايزه تعمل تكبير ثدي وحقن دهون، لكن دايما بنشوف ان ما عندهمش دهون فبنلجا للسيليكون. طبعا السيليكون اميز شويه من حقن الدهون، يعني انا بحبه اكتر من حقن الدهون. ليه؟ لان نتائجه احسن. اولا نتيجته ثابته ما بتهبطش بالوقت اوكي، بيدي شكل الثدي الطبيعي مش محتاج اي حاجه. وان سيشن العمليه بتاعته اسرع واسهل بكتير من حقن الدهون، مفيش اثار جانبيه. لا 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 مالوش اي اثار طول جانبيه طول العمر في الجسم وعادي بالظبط كده. طيب. وفتحه صغيره خالص لا تزيد عن 3 سم بركب منها السيليكون. الموضوع مختلف شويه عن حقن الهانش مثلا. يمكن البرازيليان بط اللي هو طالع موضه والباتوكس اللي هو البرازيلي والكيرفي والكلام ده. حقن دهون ليه دور كبير جدا في تكبير المؤخره اوكي. طب هي ما عندهاش دهون يعني هي نحيفه، في الحاله دي بنركب سيليكون للهانش، سيليكون برضو للهانش بالظبط. لو الجناب طيب يعني عايزه تعمل دهون فقط فمش هينفع لا مفيش سيليكون للجناب. طيب حلو أوكي. لكن سيليكون ينفع لحقن تكبير المؤخره وحقنها، لكن الجنبين بنعمل حقن دهون فقط. حاجه ثانيه انا مهمه جدا دايما اقولها في منطقه المؤخره بالذات، ان نحت المؤخره ما هواش تكبير فقط. يعني ايه؟ يعني دايما انا بقول ان انا لازم اشفط الجنبين عشان اظهر الوسط ويظهر منطقه الهانش والكيرفي اوكي. لكن لو انا ما عملتش شفط للجنبين ونحت ليهم الجسم هيبقى نازل حته واحده. ما هو ده بقى بيرجع للمكان انا رايحاه بالظبط، هو في مين، هو في حد مبدع لكن أنا ولا مثلاً في حد بيطبق وخلاص. ربنا يخليكي.